يعني شو بدي اقول لكم هون لكل الاهل اللي عم بيتابعونا وخاصه الامهات اللي نحن مثل ما بيقولوا بنفهم على بعض بهيدي المرحله الدقيقه وبعد ما صدر القرار الاقفال التام يمكن لمده اسبوعين وهل انقف بالمدارس الاونلاين كلاسز او اذا حيكون في حضور بالمدرسه في اشكال كثير كبير وفي لغط حول هيدا الموضوع وفي تاثير نفسي كمان على الاولاد يعني لا عم بيعيشوا طفولتهم مثل عالم الناس وانسوا العلم وصاروا مضيعين يمكن سنتين لأنه سنة الماضي كمان ما تعلموا التأثيرات النفسية على الولد ومش عم نحكي بس لنحكي لأنه بالفعل عم نشوف هالأولاد بطل عندهم انضباط هالأولاد ما بينخرطوا يمكن مع أولاد من جيلهم من أبناء عمرهم صاروا كتير بينزووا يعني تفاصيل كتير اليوم رح نغوص فيها مع ضيفتنا ديالا عيتاني المرشدة النفسية والأستاذة الجامعية اللي رح تفيدنا بالفعل التأثيرات النفسية الواقعية والعوارض نحن ممكن نكتشفها على الولد لأنه ما عم بيتعلم وما عم بيروح على المدرسة. صباح الخير ديالا وأهلا وسهلا فيك. مرسي أهلا فيك ديالا. أنت أم أو لا؟ أم مزل. يعني على نفس الموجة اليوم. أم أنا معك وابني عم جرب يكون أونلاين هلأ وعمره 5 سنين وبعرف قديش تأثيرها صعب وكمان أنا معالج نفسي بالمدرسة وبسمع الأهل كلهم وبعرف قديش عم بيتضايقوا والولاد حتى إن كان صغار والمراهقين بيحكوني وبيقولوا لي إنه خلص يعني عن جد ما بقى قادرين نتحمل لأنه بطبيعة الولد أصلا هو بيحب الرفقة يعني تعرفي نحن social beings so بيحب واحد يروح ويكون بإطار يشوف رفقاته يشوف معلمته حتى الدرس نحن معودين وعقلنا مبرمج على فكرة إنه واحد بيروح على المدرسة يعني في إطار جدي في إطار بيتعلم هونيك بنفس الوقت في كونكشن في رابور مع المعلمة اليوم تعرفي كانت من نظرة تشجعه كانت تقرب تحكي فبده إطار الولد لحتى يقدر يتعلم بده يحس حاله عنده هدف قايم في روتين أنا اليوم في قبل بوقت بروح على المدرسة بالمدرسة عند النظام عند سكجول وفي هالتعاطي مع والكوميونيكيشن والإطار كله يلي واحد بيقدر يتعلم فيه فتركتي كل هول قلت له لا فجأة هلأ أنت أبقى ورا الشاشة بتعرفي نحن قبل كنا نقول للولد ما بتسوى الشاشة سو كمان هذا الشيء غيرتي له دغري الفكرة أنه هلأ أعود ورا الشاشة وبلش أتعلم اليوم الولد ما قادر يقعد كل الوقت قدام الشاشة ما في هالحديث مع المعلمة وتعرفي مع مشاكل أمرار الإنترنت مع مشاكل الجو البيت أمرار ما بيكون بيساعد ما في تغيير يعني كل الوقت الولد قاعد بالبيت فأثرت على نفسيته أثرت على حبه للعلم أثرت على تركيزه من هيني قاعدة البيت بتصدق ديالا أعمار ولادي من عمر ابنك أنا يعني بس يسمع أنه أنا بكون عم بحكي بالبيت أنه المدرسة وحتسكر وما في مدرسة وكذا بيفهموا القصص غلط أنه في مدرسة ما بقدر أقول لك الحماس وقديش بيكونوا مبسوطين وبيرجعوا بس أقول لهم أنه ما في مدرسة مزبط. لأنه في كورونا أكيد بدك تشرحي لهم الوضع بيزعلوا أكيد يعني عم نغير كل السيستم اللي نحنا قربين عليه كل حياتنا صح وهن بيحبوا الروتين عرفتي يعني نحنا تعودوا أوكي اليوم الأحد بيزبطوا للتنين تنين بيروحوا فوقتها تقولي لهم في لا ما في سكروا هالضياع بيخلق قلق عند الولد خاصة إنه هو بيحب بحس بإطمئنان إذا عرف فكثرة التغييرات عم بتأثر وعم تعمل نوع من القلق عم تعمل نوع من التوتر عدم الثقة أنا صاروا أهلي يقولوا لي أنا ما بقى يوثق في ابني شو بدي أقول له فيه ولا ما في فكمان عم بحسوا شوي بانزعاج أكتر في ولاد بتعبر عم بتخبر في ولاد ما قدرت تتعبر منيح عم بيخلق نوع من التشنج والتوتر والتعصيب فحتى جو البيت عم بيكون في تعصيب أكتر عم بيكون في تشنجات وعم بيكون في ضغط أكتر إنه لا لازم تتعلم جرب افهم تابع أونلاين ولكن الولد خلص عامل نوع من البلوك لأنه ستريس أثر على طريقة تركيزه صح. وتفكيره مش بس الولد المتأثر كمان نحن كأهل عم نتأثر يعني مثل ما بيقولوا ما هيدا ما أنت كمان عندك شغلك وفي كتير ناس ملتزمة بأشغالها وبدوام معين الولد كل الوقت عم بيكون بالبيت مع مين بدك تتركيه عم نخسر وظايف عم نقعد فترة طويلة بالبيت على الحجر هالمشاكل كلها ما احنا كمان كأهل توصل مرحلة ستوب مزبوط بمحلات ممكن فيش خلقنا بالولد يمكن ما حتكون صحيحة بس
انت شو بتعملي؟ بلشنا الحجر فكرنا انه هالوقت بين الاهل والولاد عم بيكون ايجابي يعني كواليتي تايم، بس لا بعدين هلا تغيرت لانه مثل ما قلتي ضغوطات الحياه مستمره على الاهل، يعني اليوم مش بس كورونا، الوضع، المشاكل، الواحد بده يجرب قد ما في يكون بشغله يركز بشغله، طب بنفس الوقت الولد بالبيت يعني في هيدا الواحد ما قادر يكون بلحظه معينه يعني عم بفكر بالولد، عم بفكر شو معقول يصير فيه، عطلين همه، تغيرت اليوم، تشتتت، صار في نوع ستريس. اذا الاهل ستريس امرار كمان بدون قصدهم بيعكسوا هالموضوع وهالغضب، بتصير النبره مزعجه اكثر مع الولد، بصير اليوم الباسيونس او واحد يكون عنده وقت هيك هدوء وصبر كمان عم بتاثر عليهم، وبالتالي عم بيخلق ليفل ستريس كثير قوي. وقت عم بيخلق ليفل ستريس قوي اوتوماتيكلي انت ما بقى قادره تركزي كثير، ما بقى قادره يكون عندك هالهدوء والسعاده، صار في تشنجات كثير، التشنجات اثرت على الولد اكثر، خاصه انه في كثير اولاد ما عم بتشوف اولاد من عمره، يعني كمان هالملل شوي او هالكثره التخالط مع الاهل عم بيخلق تشنجات زيادة، عم بتأثر على نفسيته، يلي كان اوريدي منعزل شوي عم بينعزل اكثر، يلي كان عنده مشاكل انه عم بيضل على الايباد او على الشاشات عم بيزيد هذا الوضع اكثر، ما بقى في ديسيبلين. مزبوط، يعني ما بقى فينا نهدي يعني انا بحكي مع اصحاب الامات بتقول لي ساشا رح جن ما انا قادره اضبط ولادي يعني طبيعي. هي مش بس انه نحن بعتنا الولد لناخذ بريك لنا او لنرتاح، يا عم المدرسه كثير مهمه، الثقافه كثير مهمه، الولد يشوف يلعب مع اولاد من عمره كمان هذا الشيء كثير اساسي، ما عم بفهم شو هالسيستم. في عنا كمان مداخلة من أم لثلاث أولاد رح تكون معنا مباشرة بصباح اليوم، كارلا عون مقصود من لجنة الأهل بمدرسة لويس فاغمان، حتى كمان نحكي معها وناخد رأيها حول هيدا الموضوع. صباح الخير كارلا. صباح النور ساشا، صباح النور الدالة، وصباح النور صباح لكل المستمعين واللي عم يحضروكم. خبرينا يا كارلا صح، يعني نحن هلا مجموعة أمهات عم نحكي وكمان في كتار عم بيتابعونا، شو الوضع مع تسكير المدارس وشو تأثيرها، وانت أم يعني بتعرفي أكثر بهذا الشيء؟ تقلك يعني إذا واحد بده يعمل بس نظرة على اللي صار معنا من سنة لهلا، من سنة لهلا الوضع مثل ما كانت عم بتقول الزعلة، وضع مضطرب بين أيامات تسكير، بين ايامات رجعنا على الكوفيد 19 وقت الحجر المنزلي، والولاد ما عم بيقدر يكون عندهم انضباط، ما عم بيقدروا يعرفوا. يمكن باول اسبوعين مثل ما قالت ديالا كان في تواصل بين الاهل والولاد، كان في كواليتي تايم، بس صرنا تقريبا 9 اشهر الولاد ما عم ينخلطوا مع زملائهم، ما عم بيقدروا يشوفوا المعلمه، يعني مستوى العلم عم بيكون متدني جدا. امبارح اليونسكو مطلع تقرير، بفرنسا مطلعين تقرير انه نسبه العلم تدنت عند الاولاد ونسبه المعرفه تدنت عند الاولاد. نحن اللي قهرنا كلجنه اهل كاهالي اولاد موجودين بالبلد انه بفتره من الفترات كل القطاعات كانت مفتوحه، المطاعم كانت مفتوحه، الارجيله كانت مفتوحه، السينما كان مفتوح، القطاع الوحيد اللي كان مسكر هو المدارس، يعني والمدرسة هي يمكن المكان الوحيد بالبلد اللي بنقدر نضمن فيه الانضباط عند الأولاد. يعني وقت اللي معلمة بتقله للولد لازم في تباعد، لازم ينلبس الماسك، لازم تقعد هون، بيقدر ينضبط الولد. هيدا المكان الوحيد اللي قادرين نأمن أنه الأولاد عم يتبعوا كل أساليب الوقاية، وهيدا اللي حرمناه منهم وحرمنا الأهل. واليوم عندنا أزمة تانية واللي قلتي عنها ساشا بشكل كتير واضح، اليوم نحن عم نعيش أزمة اقتصادية كتير كبيرة، في أهل أغلبية الأهل يمكن ما بقى عندهم مساعدة منزلية، اليوم البي عم يشتغل، الأم عم تشتغل، عم نترك الأولاد لحالهم بالبيت، في أولاد عمرها 8 سنين أو 7 سنين عم تطلع لحالها على الإنترنت وقطع الإنترنت وانقطعت الكهرباء وتأكد الجونكتور، واليوم عم نكبر الأولاد بشكل كتير سريع وكتير كبير وقبل بكتير من وقته. يعني الوضع أبداً أبداً منه محمول لا للأولاد ولا للأهل. صحيح. إحنا اليوم بدنا نتعلم نعيش مع الكورونا لأنه بعد باقي، منه رايح بكرة ولا من بعد ما يخلص الحجر بعد جمعتين، الكورونا باقي معنا، لازم نحن نتعلم نتعامل معه. نعم. نتعلم كيف لازم نفتح المدرسة. صح. شفنا كنت بفكرة مع دكتور هارون نقيب المستشفيات، والقال هو أنه أكثر سبب
لهالطفحة بالكورونا هو عدم التزام المواطنين والاكتظاظ بالأماكن العامة، مش لأنه فتح مدرسة، مش لأنه في كم صف فتح، لأنه بالمدرسة قادرين المدارس يطبقوا وبالفعل هيك مع الاولاد وقادرين يطبقوا اساليب. صح، وبالفعل هيك عم بيصير كارلا، لانه بالنهايه المدرسه عم تاخذ كل الاجراءات الوقائيه، حتى مقسمين الاولاد لفرق لجروبات. صح، عم بيكون عدد كثير قليل بالصف. يعني مثل ما قلت، يمكن هذا المحل السيف اللي ممكن نحن نقدر نبعث اولادنا عليه ونعرف انه في رقابه عليهم، رقابه صحيه. شكرا لهالمداخله كارلا ولهالصرخه. خلينا نقول بس بدي زيد عليك دقيقة، معلش إذا بتسمحي لي. قولي لي. بس رح أقول لك، في الأولاد، ويمكن ديالا بتقدر تأكد على هيدا الشيء، الأولاد اللي أعمارهم 6 و7 سنين، اللي صار لهم سنة تقريبا برات المدرسة، اليوم مسكة القلم كيف واحد بده يكتب، هيدي ما بتنعمل أونلاين وما بتنعمل عبر الشاشة، هيدي لازم تنعمل المعلمة تمسك إيده للولد وتقدر تمشي معه بهيدا الشيء. وآخر صرخة، معلش اسمحوا لي لأنه عن جد أنا كثير من فعلي، هيدي الشغلة الوحيدة اللي نحن قادرين نعطيها اليوم لأولادنا، خاصة بالوضع اللي نحن موجودين فيه، هو العلم والشهادة اللي ممكن نعطيهم إياها. ما معقول هيدا الشيء ما يكون عم يتصنح لنا، ونحن رح نحارب قد ما بنقدر حتى نقنع المسؤولين انه يرجعوا الاولاد على المدرسه ويعطون حياه طبيعيه بقدر الامكان. بالفعل. شكرا لك كارلا ولهالمداخله، اهلا وسهلا فيك. يعني الاثار النفسيه يا محلى الكورونا. مزبوط، يعني لا يا محلى الفيروس. وقالت شغله تافهه، عم نعلم الولد انه يهرب من المشكله. طب في مشكلة كورونا، خلينا نواجهها، خلينا نعرف كيف ناخذ هالإجراءات، خلينا يعني نروح على المدرسة لأنه الكورونا باقية. إذا الإجراءات واحد بيتبع الإجراءات، أهمية إنه يروح على المدرسة لأنه لكثير أشياء، لا نفسياً، لا يتعامل مع الأولاد، يتعامل مع المدرسة، يتعامل بإطار معين ويواجه مشكلة. شغلة تانية كمان كثير عم نتعلق بالتكنولوجي، طب مزبوط هي مسكة القلم، هالولد اللي لازم يتعلم الأشياء من الأساس، اليوم في قصص معينة لازم يتعلم، في طريقة تعامل ما بقدر يتعامل، لازم يعرف الفرق بين تعامل مع الولاد اللي بعمره مع المعلمة. فكمان هيدا الولد ما بقى عم بيكتسبه، ما عم بيعيش عمره مثل ما قلنا، ما عم بيقدر يروح بيعيش كل مرحلة بحياته وعم بتعسر عليه. اليوم كمان وقت الأم مثلا يروحوا ويلاقوا كل شيء فاتح، شو بدك تقولي له؟ أنه لا المدرسة خطرة. طب عم ننمي فكرة أنه في خطورة بالمدرسة، طب والظهرات ما فيهم خطورة؟ ليش ما بنقدر نتكيف مع الامور ونقدر ناخذ الاجراءات بكل المطارح؟ إيه، لانه عم بيصير في شيء غلط، يعني ما بدنا نخوف. محلات عم تكون مفتوحه، المدرسه عم تسكر، ليه؟ ما حدا بيفهم. طيب شكرا لك ديالا عيتاني. يعني ان شاء الله بنوصل لحل، يعني مشاكل كثيره، بس انه هذا الشيء كثير اساسي. هذا بس جرب اقول للاهل انه مرحله صعبه، هن يجربوا هيك كمان حتى ما نزيد المشاكل بالبيت، ونطمن الولد انه مرحله وبتقطع، نخلي دائما نعزز له هيك ثقته بحاله حتى يكون شوي مبسوط ومرتاح ويقدر يكفي ويواجه المشاكل. يعني شو بدنا نعمل؟ بدنا نشد الهمه، بدنا نشد حالنا شوي. شكرا لك ديالا، اهلا وسهلا.